السلام عليكم. فانك جينا فانك نتكلموا على واحد القانون للاتحاديه تاعنا، ما عرفوش كيفاش يوجدوا هذا الملف، خاطش في الفيفا عندهم عندهم ماده تقول لك من عام لعام الفيفا تعاون اتحاديه العالم ب 1 مليون دولار 1 مليون دولار باش تعاون، لازم تدير هذا الملف جول، يسموه ملف جول، ملف دوسي مسمينو في الفيفا ملف جول. هذه الاتحاديه والجماعه ما عرفوش كيفاش يوجدوا هذا الدوسي، ما عرفوش كيفاش يوجدوا هذا القانون، هذا الملف. عياد قاره ما عرفوش كيفاش يوجدوه، ما رسلت لهمش. يعني الاتحاديه حرمت الفرق الوطنيه الجزائريه من مليون دولار، وهذه اشتيالا من غباء المسيرين تاع الاتحاديه الجزائريه. هذا غباء، خاطش علاه باش انت تحرم روحك من مليون دولار؟ هذا غباء. نورمالمون الملف ما رسلتوش. ونزيدو نتكلمو فانيك، قناه النهار البارح باش شفتوها تتكلم مؤامره ضو انقطع، قال لك هادو اتباع تاع الحاج محمد. الحاج محمد راوراوا راه في مكه، النهار اللي هدرتو في الحاج محمد راوراوا كان في عرفات يطلب في ربي، ما يتفكركمش نتوما. وكي ما كان كيما نقولوا حنايا كان في عرفات يطلب في ربي، هيا لا وين راهي، هيا لا ها شوفوا ها ولا وين راه ها سيدو ندخلوا معايا ها ولا وراهم ها ولا وراهم. راكم تشوفوا نتوما قاعدين تتهموا في ناس، قاعدين تتهموا في ناس بدون سبب. تضربك واحد في عرفات يطلب في ربي، نتوما تهضروا به، بينها لكم هو الوقت اللي نتوما درتوا ندوه صحفيه وانقطع الضوء على اللاعبين، واللاعبين ما دوشوش ساعه ونص، دخلتهم في مرحله دخلتوا لهم في التركيز تاعهم، ضيعتوا لهم التركيز، ومن بعد طالبوهم باش يلعبوا ويجيبوا لك نتيجه، وانت مشي واقف عليهم على كل كبيره وصغيره، انت ما وقفتش عليهم يا زاتشي ولا ماجر ولا ماجر. نورمالمون كره في زومبيا، ماجر وين راه؟ ولا يروح هو التدقيق التاليه في اونغولا ولا ما يسموها هذيك اللي درنا بها كوب دافريك التاليه هذه. حاج محمد راوراوا فماك الشروق والنهار كلونسي باللي الحاج محمد راوراوا هرب الى فرنسا، هرب الى فرنسا، ومن بعد وراوه معاهم في التربص في لي زونترينمون. راكم نتوما اللي نورمالمون تهضروا عليهم، هادو على باش ما يجوش يوقفوا مع الفريق الوطني، راكم ساكتين، راكم ساكتين عليهم. حنا على بالنا بلي نيجيريا ربحت 4-0، وحنا كنتو ما سكتو على الفريق الوطني الجزائري، نربح الكاميرون هنا ونربح نيجيريا في نيجيريا، خاطر حنا كنا مدومينين على نيجيريا. بصح بالمؤامرات تاعكم والتهراس تاعكم اللي درتوه هو اللي خلى نيجيريا ربحتنا. شنا النتيجة اليوم اللي تغيظ، اللي نتوما ولاد الجزائر وتقولوا حنا ولاد الجزائر، انتوما اللي حطمتوا الفريق الوطني وقلعتوا البسمه للفريق الوطني الجزائري. ونزيدكم حاجه واحده اخرى، على ذا زاتشي رئيس اتحاديه عنده 12 لاعب، راه عنده 12 لاعب تاع بارادو، راه عندهم لاعبين دوليين هما ما لعبوش ولا دقيقه في الفريق الوطني الجزائري الاول، يروح يجيبهم يترينو. الصحافة ما تتكلمش الحقيقة، الصحافة اللي بدا حنا الصحافة عندنا شعبوية، وصحافة اللي تدس الخنز، الصحافة اللي ما تكشفش الخنز الحقاني، تجبد غير هكا واحد ضرب واحد خون واحد هذا ما تجبد، بصح الصح ما تتجبدهش. هذه قناة النهار مساندة للفساد، مساندة للفساد هذه قناة النهار. أما لا شي يديروا هذا ستي، والجماعه على بالهم ماجر على باله بمسانده ماجر اللي كان يقول لك
هادو منا هادو راهم يخسروا، هادو هما راهم يخسروا في الفوتبول في الجزائر. بصح دوك نكسبكم بمساندة ماجر، بمساندة الأعضاء اللي فماك اللي مع اللي مع ساتشي. هي نورمالمون اللاعب كي يلعب مقابلة رسمية ماشي ودية، رسمية تولي عنده يكون لاعب دولي، يولي عنده لا ليسونس تاع لاعب دولي، إجازة تاع لاعب دولي. بصح زاتشي راه عنده 12 لاعب راه يلعب في بارادو، راهي عندهم 12 إجازة تاع لاعبين دوليين، وهي شتايلا يديهم يترينو والصحابة تقول لك لا جاو ترينو وراحوا ما داروش القائمة الرسمية. بصح داو إجازة تاع لاعبين دوليين، غاد إن شاء الله مين يبغي يبيعهم. وأنا قلت لكم باللي دار ليكيب ناسيونال دارها سوق الفلاح، يجيب السلعة تاعو يحطها يبيعها. غاد إن شاء الله مين يبغي نيغوسي مع أي فريق يقول له كيما عنده إجازة دولية خويا باه بالفريق الوطني الجزائري. قلت لكم باللي هم يخدموا على صوالحهم وما نزيدكمش، وغدوة إن شاء الله نعطوكم المقابلة تاع زومبيا والصحيبان. الصحيبان خويا هذو ربي جابهم باش يكشفكم. انا نقول لكم ماجر ربي جابك باش يبهدلك بالشيخ، ربي جاب هذو الناس باش تبانوا الحقيقه تاعكم. ما تلعبهاش دروك تعاير في اللعاب المحلي، انت اللي كنت تشكر اللعاب المحلي وقلت باللي كاين 15 14 جوار يلعب في ليكيب ناسيونال. روح جيبهم وذاك تقول لهم هذو كاع كانوا هذو كاع يضربوا الشيشه، اما لا روح جيب هذو اللي يضربوا الشيشه هذو كاع. وانت يا مشي المولودية الجزائر هي اللي عطاتك 30 مليون، راهي السوناطراك دارت لك كونترا تاع 30 مليون في الشهر في المولودية، راك تدي 30 مليون في المولودية ما تخدمش ما تكتبش حرف، ما راكش تكتب حرف، دارتك مسير في المولودية وعطاتك 30 مليون في الشهر. مشي المولودية عطاتها لك، عطاتها لك السوناطراك. تجو تقرجيع تاعكم لنا تضيعوا الوقت، تدوا في الدراهم وتحطموا في الجزائر، تدوا الدراهم وتكذب تقول انا الجزائر ما عطاتني شي بتيت كاطو. بصح شو غد ان شاء الله مول البارتي ان شاء الله بربي كل واحد نجبد له المصران تاعو، نطلع له مصران كل واحد وندير عليه فيديو نطلع لهم المصارين تاعكم. خاطر كلش راه عندي هنايا، عندي كلش راه عندي هنايا الدوسيات كاع تاعكم واحد بواحد، كاع راهم كاين لي دوسي تاعو راه فيه الغبره غادي نجبده، هادو نرفضه ونجبده نحطه. وربي يحفظكم وتحيه الجزائر، ونهديها للغاشي تاع شعبة ليشان العربي خويا شعبة ليشان وناس غردايا والعربي. وحنا نعرفوا قضية تاع محرز، قضية سياسية ودخلت فيها هذه المنظمة تاع الصهيونية اوبك، هذه هي اللي منعته. هذه هي تحيه ولاد الجزائر وين ما كانوا، وحنا محرز يبقى كبير وتحيه محرز ماشي